من المسائل أن الإنسان فيما لو أجنب وهو مخيم في الصحراء وكان البرد شديدا ولم يكن لديه نار يسخن به الماء ولم تكن هناك محطة أو قرية ليذهب إليها فيغتسل منها وخشي على نفسه من الهلاك فإنه يتيمم. وإضافة إلى التيمم فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل ما استطاع من بدنه. الدليل ما جاء في المسند وسنن أبي داود أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجنب وكان البرد شديدا فخشي على نفسه من الموت فتيمم، وفي رواية فتوضأ وضوءه للصلاة وغسل مغابنه. المغابن هي ما انطوى من أعضاء ابن آدم مما خفي كالآباط ونحو ذلك، فصلى بأصحابه الصبح. قال البيهقي رحمه الله: فجمع عمرو بن العاص بين ما أمكنه من وضوء وغسل بعض أعضائه مما لا يتضرر بذلك وتيمم فصلى بهم، فلما أتى القوم أخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، خفت على نفسي من الموت، والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقره على ذلك الفعل. وليعلم أن التيمم للجنابة كالتيمم للحدث الأصغر سواء بسواء، لما جاء في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر أنه صلى الله عليه وآله وسلم وضح له التيمم ضربة واحدة يضربها على الأرض ثم يمسح وجهه ثم يمسح بكفه اليسرى على كفه اليمنى ثم يمسح اليسرى. هذا هو التيمم سواء كان للحدث الأصغر أو كان للحدث الأكبر الذي هو الجنابة.